السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلابنا الأعزاء، نلتقيكم اليوم في المحاضرة السابعة بعنوان الإعفاءات الجمركية. أنواع الإعفاءات الجمركية المعمول بها في فلسطين طبعا يمكن حصرها على النحو التالي: الإعفاءات بموجب التعريفة الجمركية، ثانيا الإعفاءات بموجب قانون الجمارك رقم 11 لسنة 1929، الإعفاءات بموجب قانون التعريفة والمعفيات الجمركية رقم 24 لسنة 1937، الإعفاءات بموجب قانون الجمارك رقم 1 لسنة 1962، كذلك الإعفاءات بموجب قانون تشجيع الاستثمار رقم 1 لسنة 1998، وعندنا الإعفاءات بموجب القانون رقم 1 لسنة 2000 بشأن الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية. إذا زي ما أنتم شايفين بنلاحظ أنه أنواع الإعفاءات الجمركية المعمول بها في فلسطين عبارة عن 6 بنود كما يعني ذكرناها وموضحة أمامكم في العرض. طيب، في عندنا كمان الإعفاءات بموجب القانون رقم 4 لسنة 1999 بشأن حقوق المعوقين، كذلك الإعفاءات بموجب قرارات صادرة عن مجلس الوزراء، يعني بإمكان مجلس الوزراء إنه يصدر قرار يعفي في حالات معينة إذا ارتأى مجلس الوزراء ذلك يعني مناسبا، كذلك الإعفاءات بموجب قوانين الامتياز وإعفاءات العائدين إلى الأراضي الفلسطينية وإعفاءات للسلطة الوطنية الفلسطينية والإعفاءات الممنوحة بموجب تفاهمات معالي وزير المالية ومعالي وزير الصناعة بشأن الاستثمار في المدن والمناطق الصناعية الحرة، يعني على سبيل المثال صاحب شركة أو منشأة أو مشروع يعني ممكن يتم التوافق على إعفائه من الضرائب الجمركية ومن الضرائب لمدة مثلا 5 سنوات تشجيعا للاستثمار المحلي. كذلك إعفاءات هيئة الأمم المتحدة. يعني وبذلك بكون وضحنا إنه في عندنا 13 نوع من الإعفاءات الجمركية المعمول بها في فلسطين والمطبقة في أراضي السلطة التابعة للسلطة الوطنية الفلسطينية. الوثائق والمستندات الجمركية عندنا اللي هو بيان الحمولة واللي هو البيان الجمركي، بيان الحمولة والبيان الجمركي. أما أنواع البيانات الجمركية في عندنا بيان استيراد بضائع وبيان تصدير، بيان مبيعات محلية، بيان ترانزيت، بيان إيداع في المستودعات، يمكن هذه تحدثنا فيها سابقا في محاضرات سابقة، بيان إدخال مؤقت، وبيان إيداع في المناطق الحرة، وبيان أمتعة المسافرين. لو جينا نشوف إجراءات إعداد البيان الجمركي، كيف بيتم إعداد البيان الجمركي؟ طبعا يبلس أو وكيل التاجر بتعبئة خانات البيان الجمركي ويرفق معه المستندات الأخرى المؤيدة لعملية الاستيراد أو التصدير، وبقدم للجمارك اللي هي بدورها بتقوم بعملية التدقيق والتأكد من صحة القيمة الجمركية والتعرفة الجمركية والضرائب الجمركية المستحقة على السلع. إذا هذا البيان بيشمل كل اللي هو التفاصيل المتعلقة بعمليات الاستيراد أو التصدير، وبيتأكد دائرة الجمارك من أن هذه القيم المذكورة في البيان الجمركي يعني صحيحة وسليمة ومطابقة للتعرفة الجمركية وقيمة الضرائب الجمركية بنص القانون، واللي هو القيمة المستحقة على اللي هو التاجر المطلوب أن يقوم بسدادها. لو لاحظنا إذن التسليم، إيش المقصود بإذن التسليم؟ هو المستند الذي يفيد ملكية البضاعة ومن له حق الاستلام من الدائرة الجمركية، ويصدر عن الشركة الناقلة إلى المرسل إليه طبقا لتعليمات الشاحن في محطة التصدير من الخارج، وهو يوجه في العادة إلى صاحب البضاعة أو وكيله أو البنك المرسل إليه البضاعة أو المكلف بدفع الثمن، ويعتبر حامل هذا الإذن بمجرد الوكيل الشرعي في إتمام الإجراءات وسداد الرسوم. وفي حالة الضياع يجب إخطار الجمارك فورا.
يعني زي ما احنا شايفين، إذن التسليم هو عبارة عن مستند بيفيد ملكية البضاعة ومن له حق الاستلام. يعني واللي له حق الاستلام هو المطلوب انه يدفع الرسوم ويدفع المبالغ المطلوبة حتى يستلم هذه البضاعة على أكمل وجه. هذا بالمختصر. إذا يعتبر إذن التسليم من أهم المستندات الجمركية، لأنه يثبت ملكية البضاعة، كما أن إذن التسليم يتم بمقتضاه اللي هو فسخ الإرسالية من الدائرة الجمركية إلى الجمارك. ومن الناحية القانونية، لا يجوز رفض تسليم البضائع إلى حامل الإذن إلا بأمر قضائي. يعني واحد معاه إذن التسليم ويجي اللي هو دائرة المعابر أو الجمارك أو الجهات المختصة على المعابر ترفض تسليم البضاعة لمن يحمل إذن التسليم، هذا مرفوض ولا يجوز. إنما إذا كان هناك أمر قضائي صادر من القضاء بعدم تسليم البضاعة لحامل اللي هو إذن التسليم لأسباب معينة، أما ما دون ذلك فإذا أثبت الشخص الذي يحمل إذن التسليم وأظهر إذن التسليم فيجب عليه على الطرف الآخر تسليمه اللي هو البضاعة وفق إذن التسليم. بوليصة الشحن هو عبارة عن مستند بيصدر عن الشركة الناقلة مقابل أجرة النقل، حيث يوضح به تكاليف الشحن، وإن كانت هذه التكاليف قد دفعت في بلد التصدير أو أن هذه الأجرة ستدفع في بلد المستورد. يعني بيكون مبين وموضح في اللي هو هذا المستند أن أجرة النقل دفعت سابقا في مكان اللي هو التصدير في بلد التصدير، أو مطلوب دفعها عند اللي هو التسليم في بلد المستورد. وتعتبر بوليصة الشحن من المستندات الجمركية المهمة، كونها تثبت ملكية البضاعة من ناحية، ومن ناحية أخرى تبين تكاليف الشحن كونها تدخل في حساب القيمة للأغراض الجمركية. ويجوز أن ترد الإرسالية الكبيرة على عدة شحنات يصدر عنها بوليصة واحدة وإذن تسليم واحد. وكذلك يجوز تجزئة الكمية على بوالص وأذون متعددة بحيث لا يزيد أو ينقص في مجموعها عن الموضحة في البوليصة الأصلية. يعني بالإمكان أن يكون في عندنا أكثر من بوليصة وأكثر من إذن تسليم، أو إذن تسليم واحد وبوليصة واحدة. لكن في النهاية إذا كان تم تجزئة بوالص الشحن أو أذونات التسليم أكثر من إذن تسليم أو أكثر من بوليصة، يجب أن تتطابق مجاميع هذه الأذونات وهذه البوالص اللي هو القيمة الإجمالية للبضاعة المذكورة وقيمتها الحقيقية اللي مذكورة في البوليصة الأصلية. الفاتورة، وهو المستند أو هي المستند الذي يتم على أساسه تقدير الرسوم الجمركية اللي هو الضرائب الأخرى بناء على القيمة المصرح عنها في الفاتورة. وقد تكون هذه القيمة شاملة للمصروفات والتأمين وأجور الشحن اللي هو CIF أو غير ذلك، اللي هو مثل قيمة الـ FOB اللي هي قيمة البضاعة على ظهر الباخرة كما تحدثنا عنهم سابقا في محاضرات سابقة. وكذلك الجمارك يعني تقبل الفواتير الأصلية، ويجوز في حالات أخرى قبول صورة عن الفاتورة مصدقة من القنصليات في الخارج، صورة عن الفاتورة مصدقة من القنصليات في الخارج. وبهيك بيكون اللي هو هذا المقصود باللي هو الفاتورة الموضح. شهادة المنشأ، وهي المستند الذي يصدر عن بلد المنتج أو المصدر للبضاعة. شهادة المنشأ هي المستند الذي يصدر عن بلد المنتج أو اللي هو المصدر للبضاعة، وتصدر هذه الشهادة عادة عن الغرف التجارية في تلك البلد، وبيوضح فيها اسم المصنع أو الشركة المنتجة واسم الصنف وكميته ووزنه، وكذلك الجهة المصدرة لها البضاعة، الجهة المصدرة لها البضاعة. يعني عبارة عن مستند بينتج من البلد اللي هو المصدر للبضاعة أو المنتج للبضاعة، وعادة اللي بيصدر هذه الشهادة اللي هي الغرف التجارية في تلك البلد، وبيوضح فيها اسم المصنع واسم الشركة المنتجة واسم الصنف وكميته ووزنه وأي بيانات بتتعلق بالمنتج أخرى، وتاريخ ممكن إنتاجه وتاريخ انتهائه وصلاحيته والتركيبة بتاعت المنتج. كذلك اللي هو بيكون مذكور فيها شهادة المنشأ اللي هو الجهة المصدر لها البضاعة، يعني لمين البضاعة هذه مرسلة.
بالإضافة لما سبق تصدر شهادات خاصة بالبضائع المعفاة والمصدرة للأسواق الأوروبية المشتركة، وهي تصدر وتصدق من دائرة الجمارك والمكوس والكميات والأنواع المسموح بها عن كل فترة حسب الاتفاقيات المبرمة، وهذه يعني بتسمى بشهادات خاصة بالبضائع المعفاة، شهادات خاصة بالبضائع المعفاة. الغرض الأساسي من شهادات المنشأ، إيش الغرض الأساسي من شهادات المنشأ؟ تطبيق نظام المقاطعة، أي منع البضائع الواردة من الدول التابعة للمقاطعة من دخول البلد. كذلك التمييز في فرض الرسوم والضرائب الأخرى بين البلدان حسب الاتفاقيات الموقعة، حيث تمنح بعض الدول تعريفة تفصيلية لدول أخرى أو تفضيلية لصور لدول أخرى. وكذلك المعاملة بالمثل، يعني تطبيق نظام المقاطعة، منع البضائع الواردة من الدول التابعة للمقاطعة، يعني إذا كان في مقاطعة في التعاملات بين دول، بحيث إنه تصدر هذه الشهادة، بحيث إنه اللي هو تكون يعني واضحة، ويتم إدخال هذه البضائع بين الدول اللي بينها يعني مقاطعة في التعاملات. كذلك التمييز في فرض رسوم وضرائب أخرى بين البلدان حسب الاتفاقات الموقعة بينهم، والمعاملة بالمثل، بين اللي هو الدول. قائمة التعبئة أو الفاتورة التفصيلية، إيش المقصود بقائمة التعبئة أو الفاتورة التفصيلية؟ وهي عبارة عن فاتورة تفصيلية يوضح بها الأنواع المختلفة من البضائع، من البضاعة بشكل تفصيلي عما ورد في الفاتورة الأصلية، وهي يعني ليست إلزامية، والغرض منها التسهيل على المعاين من الوصول السريع للبضاعة من حيث العدد والوزن والكمية وإلى آخره من البيانات الأخرى. مستندات أخرى ترفق مع البيان الجمركي لإتمام الإجراءات الجمركية، زي إيش؟ زي رخصة استيراد، إذا في رخصة استيراد بالبضاعة المستوردة، شهادة مواصفات ومقاييس، شهادة صحية إذا كانت تتعلق بمواد غذائية أو ما شابه صحية هذه البضاعة يعني المستوردة، شهادة بيطرية إذا كان في يعني حيوانات أو ما شابه، تفويض من المستورد للمخلص اللي هو وكيل التاجر، تفويض من المستورد أو للمخلص اللي هو وكيل التاجر. مميزات الجمارك، خلينا نشوف سوا إيش مميزات الجمارك. طبعا الجمارك تستوفى عند المعابر الحدودية، يعني امتى بيتم دفع الجمارك او تسديدها؟ عند المعابر الحدودية. الجمارك تستوفى فقط على البضائع المستوردة، لكن ما في جمارك على البضائع المصدرة، لكن الجمارك بتكون على البضائع المستوردة وبتستوفى فقط على المستوردة، ولا يوجد جمارك على البضائع المصدرة او الصادرة. كذلك الجمارك تستوفى حسب التعرفة الجمركية، يعني مش كل واحد بيفرض تعرفة جمركية أو رسوم جمركية على خاطره بيكون فيها هواة شخصية، لا، في تعرفة جمركية منصوص عليها وواضحة بنص القانون، وبيتم اللي هو تحصيل هذه التعرفة الجمركية. تحتوي التعرفة الجمركية على كل أنواع البضائع الموجودة في العالم، وعند كل صنف يوجد نسبة جمرك. إذا يعني ممكن نقول إنه يعني طب في بضائع مش موجودة عندنا موجودة في العالم، لا، التعرفة الجمركية بتحتوي على كل البضائع الموجودة في العالم، وعند كل صنف يوجد نسبة جمرك، ضريبة المشتريات، ايش المقصود بضريبة المشتريات؟ من الجدير بالذكر انه هذه الضريبة كانت تفرض على السجائر والمنتجات الروحية بعد الحرب العالمية الثانية. اصبح هناك تغير في هذه الضريبة نتيجة لتوسع واردات الدول، فوضعت الضريبة على مجموعة أوسع من اللي هو السلع البديلة، بداية بالكماليات مثل السيارات والكاميرات ومواد التجميل، ولذلك سميت ضريبة الشراء على الكماليات، وبعد ذلك توسعت ضريبة الشراء من الضريبة على الكماليات إلى ضريبة الشراء بالعموم، أي أنها ليست على الكماليات. وقبل عام 76 كانت ضريبة المشتريات تفرض على سلع أكثر، ولكن بعد عام 76 انخفضت عدد السلع. إذا ضريبة المشتريات هي ضريبة على اللي هي المشتريات بالعموم، على كافة أنواع المشتريات بالعموم. تعريف الضريبة على المشتريات، هي ضريبة غير مباشرة تفرض على المنتجات المستوردة والمصنعة محليا،
والتي تخضع لضريبة الإنتاج بنفس النسبة على السعر الذي سيتم بيعه لتاجر المفرق، للتاجر المفرق اللي ببيع اللي هو بالمفرق. إذا ضريبة المشتريات هي عبارة عن ضريبة غير إيش؟ غير مباشرة، وبتم فرضها على المنتجات سواء المستوردة أو المصنعة محليا، سواء المستوردة أو المصنعة محليا، والتي تخضع لضريبة الإنتاج بنفس النسبة اللي هو على السعر الذي سيتم بيعه لتاجر المفرق. الفرق بين ضريبة القيمة المضافة وضريبة الجمارك وضريبة المشتريات، خلينا نلاحظ الفرق بين ضريبة القيمة المضافة وضريبة الجمارك وضريبة المشتريات. بالنسبة لضريبة القيمة المضافة، في توقيت متى تفرض ضريبة القيمة المضافة في كل مرحلة من مراحل الإنتاج والبيع والتوزيع، إذا في كل المراحل. لكن الجمارك والمشتريات تفرض مرة واحدة عند دخول السلعة أرض الدولة أو الإنتاج. طبعا عند دخول السلعة أرض الدولة بالنسبة اللي هو الجمارك المستوردة اللي هو البضاعة المستوردة، أما الإنتاج اللي هو بالنسبة للمشتريات سواء كانت منتجة محليا أو مستوردة. آلية التحصيل، كيف تحصل؟ ضريبة القيمة المضافة تحصل من المستهلك ثم تدفع للدولة. إذا مين بتحمل عبء ضريبة القيمة المضافة؟ المستهلك، ومن ثم تدفع للدولة. أما الجمارك والمشتريات تدفع للدولة أولا ثم تحصل من المستهلك، تدفع للدولة أولا ثم تحصل من المستهلك. يعني اللي مستورد بضاعة بيدفع الجمارك لصالح الدولة على المعابر، ومن ثم هذا اللي هو المستهلك بحصلها، المستورد بحصلها من المستهلك لاحقا، على عكس اللي هو ضريبة القيمة المضافة. تصنيف الضريبة تعتبر حساب مركز مالي بالنسبة لضريبة القيمة المضافة، أما الجمارك والمشتريات تعتبر جزء من تكلفة السلعة، وبالتالي هي حساب نتيجة مالية، هي حساب نتيجة. طب من حيث النسبة، في ضريبة القيمة المضافة نسبة واحدة لكافة السلعة والخدمات معروفة، ضريبة القيمة المضافة 16%، أما ضريبة الجمارك والمشتريات تختلف نسبتها باختلاف السلعة أو الخدمة أو منطقة الاستيراد حسب التعرفة الجمركية، زي ما حكينا إنه كل صنف مقابله له نسبة الجمرك المطلوب تسديدا على هذا الصنف. طب من حيث السهولة، ضريبة صعبة بالنسبة لضريبة القيمة المضافة، صعبة التنفيذ والتطبيق مقارنة بالضرائب على الإنفاق، أما ضريبة الجمارك والمشتريات ضريبة سهلة التنفيذ والتطبيق. ليش؟ لأنه إذا في بضاعة مستوردة على الجمارك على المعابر بيتم تحصيل قيمة هذه اللي هي الجمارك مباشرة، أما ضريبة القيمة المضافة يعني صعبة التنفيذ، لأنه إذا كان في حدا بيتهرب من إصدار فواتير ومتابعة اللي هو يعني تسجيل الضرائب المطلوبة منه بسبب يعني التهرب الضريبي، فهي صعبة التطبيق مقارنة بالضرائب اللي هي. لما كانت جميع هذه السلع تنصب على نفس السلعة والخدمة ليصبح هناك ازدواج ضريبي أو ما يعرف باسم التشابك الضريبي، فكيف يتم حساب هذه الضرائب مجتمعة؟ طب احنا في عنا عدة ضرائب، كويس، وأنواع من الضرائب. طب كيف هذه بتحتسب هذه الضرائب مجتمعة؟ أولا تحسب على البضائع المستوردة نسبة الجمارك إذا كانت خاضعة للجمارك. إذا عرفنا ثمن الاستيراد للبضائع المستوردة فإنه بناخذ نسبة الجمارك، ضريبة المشتريات على ثمن الاستيراد زائد الجمارك. إذا بناخذ نسبة الجمارك المنصوص عليها بالتعرفة الجمركية ونسبة ضريبة المشتريات على ثمن الاستيراد الجمارك. ثانيا بتحسب ضريبة المشتريات على مبالغ الاستيراد إذا كانت منتجات محلية، وإذا حسبت بالطريقة السابقة تكون اللي هو سعر التكلفة المحلي أعلى بكثير من المستورد، لأجل ذلك تحسب على النحو التالي اللي هو سعر الاستيراد زائد المصاريف، نسبة الجمارك من سعر الاستيراد كذلك، نسبة دفعات نقدية إذا وجدت، وذلك على سعر الاستيراد زائد الجمارك مهما كانت قيمتها. نسبة التعلية إذا كانت الأسعار منخفضة وتؤثر على المنتجات المحلية ترفع الأسعار بنسبة مئوية، يعني بيتم فرض نسبة اللي هو أو تعلية بحيث أنه يحافظ على اللي هو المنتجات المحلية داخل البلد. تحسب كذلك على المبالغ الإجمالية نسبة ضريبة المشتريات، وبتحسب ضريبة القيمة المضافة على المبالغ المدفوعة فعلا، أي مبلغ نسبة التعلية، وتحسب القيمة المضافة. الضريبة تحتسب بالترتيب على اللي هو النحو التالي: احتساب الجمارك، من ثم ضريبة المشتريات، ومن ثم الضريبة المضافة. أي الجمارك تحسب على سعر الاستيراد للبضاعة، يعني الجمارك إيش بنحسب عليها؟ سعر الاستيراد للبضاعة. طب ضريبة المشتريات بتحسب على سعر الاستيراد زائد الجمارك، بنضيف على
سعر الاستيراد قيمة الجمارك اللي دفعت، وبنفرض عليهم ضريبة المشتريات. طب ضريبة القيمة المضافة بنجمعهم كلهم، تحسب على مجموع سعر الاستيراد زائد الجمارك زائد ضريبة المشتريات، وبعديها بنجمع هذول الثلاثة وبنفرض عليهم ضريبة القيمة المضافة. إذا الضريبة تحتسب بالترتيب: احتساب الجمارك، ومن ثم احتساب ضريبة المشتريات، واللي هو احتساب الضريبة المضافة. احتساب الضريبة المضافة. زي ما احنا شايفين هنا بالمثال، استورد شخص بضاعة، سعر الاستيراد كان 4000 شيكل جديد، نسبة الجمارك 20%، وضريبة المشتريات 60%. ضريبة المشتريات 60%. سعر الاستيراد القيمة هان 4000 شيكل، الجمارك 20% بتطلع 800، المجموع مع الجمارك 4800. نيجي بنفرض ضريبة المشتريات اللي هي عبارة عن 2880، اللي هي 60%. 2880 بيطلع له سعر البضاعة الفعلية عبارة عن 4800 زائد 2880، بيطلع 7680. في النهاية بنفرض ضريبة القيمة المضافة اللي هي 16%، بتطلع 1229، وبذلك بيكون عندنا اللي هو المبلغ الإجمالي الكلي. بنجمع اللي هو 7680 زائد 1229، بيكون عندنا 8909. إذا زي ما انتم شايفين، احنا بنفرض بالأول اللي هو ضريبة الجمارك، ومن ثم بنجمع سعر الاستيراد مع الجمارك، بصير عندنا اللي هو المجموع 4800. بنفرض عليهم ضريبة المشتريات، وبنجمع اللي هو ضريبة المشتريات مع اللي هو ما قبل سعر الاستيراد والجمارك، بصير عندنا سعر البضاعة الفعلية، بنفرض عليها ضريبة القيمة المضافة 16%، بصير عندنا المبلغ الإجمالي الكلي للبضاعة. حجز البضائع ومصادرتها. أولا، حجز البضائع، وذلك في حالات منها: متى تحجز البضائع؟ إذا كانت البضائع من الممنوعات أو البضاعة الممنوع دخولها. كذلك البيان الجمركي الكاذب، سواء في جنس البضاعة أو الوزن أو العدد والقياس أو في القيمة أو في المنشأ اللي هو مصدر البضاعة. إذا كان البيان الجمركي كاذب وبياناته غير حقيقية بتحجز البضاعة. تقديم مستندات كاذبة، إذا قدمت مستندات كاذبة يتم حجز البضائع. عدم إعادة تصدير البضائع المدخلة مؤقتا بقصد الإعفاء، وكذلك الزيادة في البضائع عن الكمية في بيان الحمولة، وتصدير بضائع دون بيان أو تصريح. تصدير بيان بضائع دون تصريح، في ذلك الحالات تحجز البضائع. مصادرة، في حالة عدم التخلص للبضائع المحجوزة خلال 90 يوم، يحق لإدارة الجمارك إيش؟ التقدم بطلب للنيابة العامة لإدارة البضائع المحجوزة. وفي حالة صدور أمر المصادرة من النيابة العامة، يحق لإدارة الجمارك التنسيق مع إدارة اللوازم اللي بتكون في وزارة المالية، التصرف بهذه البضائع إما بالإتلاف أو الاستخدام للدولة أو البيع، ويعود هذا البيع لصالح اللي هو خزينة الدولة. تصرف في البضائع المضبوطة، نصت المادة 163 من قانون اللي هو سنة 1962 على أنه لا يجوز التصرف بالبضائع المضبوطة إلا بموافقة اللي هو إيش؟ السلطة، وضمن شروطها وأنه يجب وجود ضمانة توازي قيمة البضاعة في حالة الموافقة على التصرف به. والمادة 164 بتنص على أنه يجوز للوزير أو من ينيبه أن يسوي أوضاع أي دعوى بالمصالحة عن أي قضية لم يبت فيها بالمحكمة بصورة قطعية، حيث يمكنه قبول غرامة مالية يراها مناسبة. طبعا في حال ضبط بضاعة تسلم لإدارة الجمارك حسب نص المادة 165، وتنص المادة أيضا في حال ضبط بضاعة قابلة للتلف أو حيوانات، يحق لإدارة الجمارك بيعها في مزاد علني، وتقيد القيمة كأمانة لحين البت في القضية، على أنه يمكن للسلطة أن تقبل كفالة بقيمة البضاعة بدلا. شايفين هنا في عنا تمرين: تم استيراد 100 طن من السمسم بسعر 137 دولار للطن الواحد، فإذا علمت أن نسبة الرسم الجمركي 12% وأن سعر الدولار هو 3 شيكل بوينت 65، المطلوب حساب قيمة الرسوم الجمركية والضريبة المضافة المطلوب دفعها، بنقول اللي هو سعر الدولار بالشيكل 137 ضرب 3.65، بيطلع لنا 500 شيكل اللي هو للطن الواحد. إذا ثمن البضاعة المستوردة 100 طن في 500 شيكل 50000 شيكل، الرسوم الجمركية موضحة 12%، إذا 50000 في 12% بيطلع 6000. الضريبة المضافة المطلوب دفعها 50000 زائد 6000 ضرب 16%
لضريبة القيمة المضافة بتطلع 8900، وبذلك بنكون انتهينا من المحاضرة السابعة، وبنشكر لكم حسن استماعكم، ونلتقيكم إن شاء الله في المحاضرة الثامنة بأمر الله عز وجل. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.